تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمشكلة بتاعت تقنية الكويت، من ساعة ما بدأت وهي مشكلة إن هي بس عادتها زيادة عن اللزوم، تقول إن هي مفيش تستدعي كل الكلام ده، وبدأوا يوجهوا الاتهامات للمحامين على إن هما تدمروا وإن هما اعتمدوا العيادة وأعطوا العمل وتبعهم، في حين إن كل ده محصلش. وكان على مرأة ومسمع من جميع من القضاء ومن العيادة ومن الموظفين وكله على علم إن مفيش أي تدمر حصل ولا أي حاجة. مع ذلك برضه النيابة أصرت على الاتهامات بتاعتها، ومن بداية الأزمة مجلس نقابة حلوان وهو واقف موضوع مشكلة من البداية بجانب المحيط العام ومجلس النقابة العامة، ومن تاني يوم حضر المحيط العام الأستاذ سامح حشود واجتمع بمجلس نقابة حلوان، وعلى كان وعد ان الموضوع هيخلص مع النادي العام، الا ان احنا فوجئنا بالمذكره اللي قدمها رئيس النيابه النادي 15 مايو باتهام المحامين وصار الامر ده كبير بالنسبه لهم، وتم التحقيق معاهم المفروض العام برضه كان على حد مع بعض منهم احنا قدمنا معاهم مجلس حلوان كاملة وأنا في المحاضرة المعامل وأعضاء المحاضرة العامة. دلوقتي فوجئنا برضه بالقضية بعد سنتين إنهيار من سلاحها أمن دولة طوارئ. تم تقديم طلب من المفروض شعبان زكريا محمد العام، الحمد لله إن هي تم التعديل من اللي هي أمن دولة طوارئ لنسبة بنى حالية. وإن شاء الله نسأل بإذن الله المحيط العام هو اللي هيترأس هيئة الدفاع ومجلس الإدوان وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة اللي هم مشاركين من البداية في المشكلة، وحضرون كل معظم النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية كانت مشاركة معانا ومساندينا في مشكلتنا، لأن إحنا مفيش أي خطأ تم من المحامين، وإذا كانت في أي حاجة فما ترتقيش للحكم الجنائي بقدر ما هي ممكن يكون ممكن يحتاجوا للتأديب، وإحنا أي حد عندنا بيخطئ بياخد جزاء، اللي بيخطئ المحامين قالينا مجلس تأديب وبيصدر قرارات، إذا كان مدان بيدينه إذا كان مش مدان بمجلس بيبرره، ومجلس التأديب ده بتشكل من دائرة استئناف محكمة الجنايات، يعني ناس على قدر وعلم بالنسبة للقضية، فهم بيحصل شايفين ان في خطأ فبيجازوا المخطئ اللي مفيش اخطاء بيديله قرار، ويوم ما بتحصل اي حاجه في النيابه او اي حاجه النيابه بتحيل في مجلس التأديب اصلا، او يوم ما بتصدر حاجه من المحامي في اثناء الجلسات او اي حاجه فبرضه بيحيل التأديب على اساس ان هو يجازيه، والتأديب ما بيسيبش. القصه كلها ان هي مفيش اي حاجه تستدعي تقديم الست محامين للمحاكمة ومصوب عليهم سيف ان هم ياخدوا احكام في حين ان مفيش جرم يتحاسبوا عليه، لا في تبرع ولا في احتجاز ولا في تعطيل عمل، كل ده سبب المستندات وشهادات الشهود وشهادات الموظفين والجلسات كانت شغاله. هو يوم واحد تم اضراب الاتفاق مع المحكمة وتم الإضراب يوم 12 وانتهى على خير يعني الحمد لله، وبعد كده كنا معتصمين بالأخطاء بتاعة النيابة اللي عملوها والتجاوز اللي صدر منها في حق المحامين،
وفضلنا معتصمين فترة طويلة لغاية ما تم التحقيق مع كافة المحامين وكله حكم سجله بضمان مالي. ومع ذلك برضه سيف مسلط على أبينا وأبينا إن هم مقدمين للمحاكمة. القصة ربنا يعني إن شاء الله يساعده وتخلص بإذن الله بكرة إن شاء الله. موجود المحكمة العام والمجلس الفرعية والأعضاء العامة والنقبة الفرعيين مجالس الانتخابات الفرعية موجودة معانا وربنا يساعد إن شاء الله.